فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من معاني الاستواء الجلوس؟ فيقال إنه سبحانه قد جلس على العرش. لا، هذا المعاني كما ذكر ابن القيم قد علا وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي إلى آخره، يعني خمسة معاني: ارتفع، على، استقر، صعد، هذه معاني. ولهم عليها عبارات أربع: قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، إلى آخر البيت. خمسة، يعني أربعة معاني. نعم، لا تعد هذه الأربعة. نعم.